وللمزيد مشاهدينا الكرام حول إعلان خليفة حفتر انتهاء اتفاق الصخيرات بين فرقاء العملية السياسية في ليبيا والذي رعته الأمم المتحدة، وكذلك تنصيب نفسه رئيسا للبلاد اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي الليبي الأستاذ مصطفى الساقزلي. أستاذ مصطفى مرحبا بك. نصب اليوم الخليفة اللواء المتقاعد خليفة حفتر نصب نفسه اليوم رئيسا للبلاد، ما مدى شرعية هذا الإعلان؟ السلام عليكم ورمضان مبارك. رمضان مبارك. طبعا ما قام به خليفة حفتر هو واقعيا انقلاب، فهو دعا أنصاره الذين خرجوا في بعض الميادين بالعشرات بأعداد بسيطة ثاني يوم من طلبه لهم بتفويضه، وفي اليوم الثالث خرج على الناس وألغى اتفاق الصخيرات الذي رعي بإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الإقليمية، وشارك فيه الممثلين الشعب الليبي من كل الأطراف، ألغاه في لحظة بناء على خروج بضعة عشرات من مؤيديه، وأعلن نصب نفسه الحاكم المطلق لليبيا في صورة مشابهة لما فعله السيسي في مصر. حفتر أعلن انتهاء اتفاق الصخيرات، وكانت يعني أغلب المعارضة يعني ترفض هذا الاتفاق. الآن إلى أي مدى ترى أن تنصيب نفسه رئيسا للبلاد وهذا الإعلان ربما يوحد صفوف المعارضة التي كانت ترفض هذا الاتفاق مسبقا؟ هو في الحقيقة من يرفض الاتفاق هو غالبية الشعب الليبي كما تعرفون، يعني راضون عن حكومة الوفاق كحل يجمع الليبيين، وغالبية الشعب الليبي في طبعا السكان ليبيا حوالي 70% في المنطقة الغربية التي يعني لا يسيطر عليها حفتر. كان هناك خلاف بين حكومة الوفاق وبعض الساسة في المنطقة الشرقية الذين أيدوا حفتر كبرلمان طبرق والحكومة الموجودة في المنطقة الشرقية. الآن حفتر خسر حتى هؤلاء، فرئيس برلمان طبرق عقيلة صالح والكثير من النواب يرفضون ما فعله حفتر، والبعض منهم بدأ للانتقال إلى البرلمان الذي هو موجود في طرابلس والذي يعني يحوي حوالي أكثر من 50% من عدد برلمانيين موجودين في ليبيا. فمن المتوقع أن يخسر حفتر الكثير من الساسة والكثير من التأييد له بسبب هذه الخطوة التي أراد بها تمكين نفسه. طيب أستاذ مصطفى، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الإعلان ربما هو أيضا محاولة فاشلة؟ البعض يصفها أنها محاولة فاشلة من قبله بهدف قلب الطاولة، لأن قواته شهدت الكثير من الهزائم في الأيام الماضية. إلى أي مدى تتفق مع من يرى ذلك؟ نعم، هو هذا الأمر صحيح، يعني خروجه بهذا الشكل بعد هزائمه في غرب طرابلس ثم الحصار حوالي ترهونة وخسارته لأغلب المدن في المنطقة الغربية التي تحتوي أكثر من 70% من الشعب الليبي، يعني لجأ إلى هذه الحيلة بقلب الطاولة كما ذكرت. ولكن الموضوع يعني هناك بعض الخطورة في هذه الخطوة، أنه قد يكون هدفه النهائي هو إيجاد دولة في المنطقة الشرقية في منطقة برقة وهي شرق ليبيا، أسوى بما يحدث الآن مثلا في اليمن، تقسيم اليمن إلى يمن جنوبي أو عاصمته عدن. فقد يكون الهدف من هذه الخطوة هذا الانقلاب أن يستولي على المنطقة الشرقية بدعم مصر والإمارات ويؤسس دولة في شرق ليبيا، وهذا ما نخشاه كليبيين. ولكن أظن الموازين العسكرية على الأرض لن تسمح له بذلك، فحكومة في هذه النقطة تحديدا مصر على يعني سيطرتها على كل ليبيا في هذه النقطة، لا سيما وأن حفتر بالفعل يسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي الليبية. هذا الإعلان أستاذ مصطفى إلى أي مدى ترى أنه يؤثر على معادلة القوة؟ الحقيقة ليس له أي تأثير، فهو عسكريا يعني بعد الدعم التركي الذي بدأ منذ أقل من سنة بدعم حكومة الوفاق المعترف بها شرعيا، أصبح حفتر يتلقى الهزائم يعني الهزيمة تلو الأخرى، رغم دعم فرنسا وروسيا والإمارات ومصر
له لأكثر من 4 سنوات مضت، هو يشعر بأن موازين القوى قد تغيرت، وأظن هذه يعني قفزة في الهواء، لا أظن أنها ستنفعه لا عسكريا ولا سياسيا. أمريكا في أول رد فعل رفضت ما أعلنه حفتر، هذا الرفض الأمريكي إلى أي مدى ترى أنه سوف يحرج داعمي حفتر وخاصة مثلا فرنسا؟ وأمريكا رفضت والأمم المتحدة، سياسة الأمم المتحدة رفضت، وكل من شارك في السخيرات من المفترض أن يرفض، لأنهم هم رعاة هذا الاتفاق الذي الآن تبرأ منه حفتر. ولكن حقيقة المجتمع الدولي لم نرى منه إلا التنديد والرفض، ولكن في حقيقة الأمر لم نجد داعما حقيقيا لحكومة الوفاق، لا الدول الغربية ولا من الدول الإقليمية، لم نجد داعما إلا الحكومة التركية التي يعني بدأت في دعمها منذ أشهر قليلة، ونتيجة هذا الدعم المعادلة بدأت تتغير. إلى أي مدى ترى مصطفى يعني أنه الشعب الليبي سيقبل هذا الإعلان؟ الشعب الليبي لن يقبل هذا الإعلان، فالذين خرجوا عشرات، يعني رأينا صورهم في بنغازي، عشرات من الموالين لحفتر الذين ارتبطت مصالحهم به في المنطقة الشرقية، ولكن ومن الواضح أن الرأي العام رافض لهذه الخطوة. فالشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير وتقديم كل هذه التضحيات لن يقبل ولن يرضى بعودة الديكتاتورية من جديد. يعني فحفتر يعني هو صورة سيئة ومشوهة وأسوأ من نظام القذافي، فالليبيون الذين قدموا كل هذه التضحيات للتخلص من ديكتاتورية القذافي يعني لا يمكن أن يرضوا بعودة ديكتاتور أسوأ منه كحفتر. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى الساقزلي من إسطنبول، المحلل السياسي الليبي.